ختان البنت زي ختان الرجل، ختان البنت بيضيف لها متعه، بيضيف لها اعضاء بتظهر عشان النظافه تبقى سهله زي الرجل بالظبط، وعشان زياده المتعه وزياده الاعضاء اللي بيحصل فيها تلامس مع زرع الكلام. هو حضرتك يا فندم الكلام ده ايه مرجعه العلمي؟ الكلام ده من اطباء، انا ما اخترعتوش والله. فتخيل حضرتك كم الالم اللي ممكن يحصل للست لو انا شلت هذه الغلفه. طبعا عشان كده انا بتكلم عن العلم بقى. حضرتك ما توافقش يا فندم، انا بتكلم هنا العلم، انا بتكلم عن العلم، بتكلم على الطب، البحث الطبي اللي انا قراته. لا ماليش دعوه حضرتك بالبحث الطبي اللي حضرتك قريته تشريحيا. الراجل زي ست زمان، معلش لا الراجل ليس الرجل ليس كالمرأة. اكيد الدكتور يا فندم مش شيخ. لا انا بتكلم على البحث، مش هتغرض الحقائق. ماليش دعوه بالبحث حضرتك، انا بتكلم عشان انا عايز اسمع المعلومه كامله، علم وليس بحث عمل واحد عايز يوافق. طب كملي يا فندم، كملي عشان عايز حضرتك لما بتشيل هذا الجزء حضرتك عرضت الست ان اصبح ساعه كل لقاء بينها وبين زوجها اصبح في احتكاك مباشر للنهايات العصبيه مؤلمه جدا. لما بتجينا في عيادتنا واحده اتشال جزء من البزر بس وسابوا بقيته بتتعرض لالم رهيب. تخيل بقى حضرتك كم الماساه. يعني انا ساعتها لما بتجيلي حاله زي كده بقول يا ريته كان شال البزر كله. طيب بدل ما يعرضها لهذا الألم. دكتور رندا، ده اللي يقال عليه في نظري يعني ده أفادكم الله، اللي هو إيه الكلام العلمي الموثق الأكاديمي اللي يقام عليه حقائق، إن إحنا نقول لا مش موافق عليه أم لا يا فندم. لأن هي برضو الدكتورة بتتكلم عن وجهة نظرها الشخصية كمتخصصة. لا يا فندم، العلم مش وجهة نظر الشخصية. العلم مش وجهة نظر، حضرتك ده علم معمل. الرغبة موجودة فيه، إحنا عندنا خمس رغبات، إحنا كبشر عندنا خمس رغبات، منهم اللي هم ايه؟ الاكل او الجوع والعطش، النوم والخوف. أيوة، احتياجات الانسان الهرمي والخوف والرغبه الجنسيه. موجودين فين؟ موجودين فين؟ نفسيه الانسان. لا حضرتك، هم موجودين في العقل. مش ما انا بقول ليه موجودين؟ لا مش في النفسيه، موجودين في العقل. ليه موجودين في العقل؟ لان احنا اكمل معلش حضرتك وجهه نظري وحضرتك انا ما قطعتش حضرتك خالص. موجودين ليه في العقل؟ موجودين لان احنا انسان قادر على التحكم في غرائزه وفي رغباته وفقا لتربيته، وفقا انا عاداتي وتقاليدي ايه. صحيح، ربنا خلقنا كده اقدر اتحكم في رغباتي. من ضمن الرغبات إيه اكمل كلامي معلش، بتشيل العضو عشان تعدل شهوتها. وده يعني كلام حتى احنا غير علمي. صايمين، لما بنبقى صايمين الاكل بيبقى قصادي وما باكلش ليه؟ ماشي، لان انا خايفه من ربنا وبحترم ربنا، بحب مش عايزه ازعله، فبالتالي انا ما اقدرش اتجاوز هذه الرغبه. طيب نفس الحكايه، هكمل نقطه صغيره بقى. اتفضلي بالعكس. الرغبه الجنسيه حضرتك لما انا بشيل البزر بالظبط زي ما اكون شلت المعده. هو انسان جعان عنده رغبه الجوع لكن ما عندوش الجزء اللي يقدر يشبع بيه هذه الرغبه. حضرتك بتعمل في الست كده او تعمل في البنت كده، حضرتك موجود عندها الرغبة الجنسية لكن الجزء المسؤول عن هذا الإشباع غير موجود.